عندي الموسم هذا اللعبة الأمريكية في 2008. أنا ذهبت إلى الموسم حينما كانت بؤرة للقاعدة، وجازفت بحياتي من أجل موضوع سد الموصل. سد الموصل وسينهار سد الموصل في 2008، تخيل. وإلى الآن هذا الفزاعة كل ما يخرجونها على الناس للتخويف في 2008، تصدعات مصدرة خفيفة. لا، وبعد لما كشفنا الأمر أنه لا شيء، سيارة ملغبة توضع قرب سد الموصل لتفجيره. سد الموصل كبير عريق، سيارة ملغبة تفجيره. لو زرعت كل ديناميت أيضا لا يقع لهم. فهذا اللعبة الأمريكية، مع احترامي لكم، وهم يقولون لأن داعش تستخدم هذا السد وتقرأ قدرة. أي غدا شو يعملون؟ نحن نريد نزع قوة في الموصل لحماية السد. شايف النظام الأنسب لشكل العراق حال خروج رسمي ومعلن من القوات الأمريكية، احتضانية أم الحكومة الواحدة؟ لا، هو نحتاج حكومة قوية تقرن من أظافر الديمقراطية المزعومة الكاذبة. نحن في ديمقراطية كاذبة. يعني أنا أصبحت أكفر بالديمقراطية التي تجلب لي كل سماسرة السياسة، معتمدين على غباء بعض الناس ويأتون للحكم. كيف أنا يساوي صوتي صوت الغبي الذي لا يفقه ولا يعرف من يضره من ينفعه؟ يأتيه شخص كاذب محتال ببطانية يأخذ صوته ببطانية. عارفين البطانية؟ بطانية وعليها صوت. إذن أنا أكفر بالديمقراطية. أنا لا أريد ديمقراطية. استبداد المفروض. لا، ليس الاستبداد. نحن نريد دكتاتورية عادلة. نريد، أنا بوجهة نظري، ما يحكم. لا، دكتاتورية ليست عادلة. صدام حسين، من الدكتاتور العادل في وجهة نظرك؟ هل هو مثيل حي؟ لا، نحن بحاجة إلى اثنين، إلى عدلي علي بن أبي طالب وسيف الحجاج بن يوسف الثقفي في العراق. كبيرة في مصر دلوقتي، يمكن بعد الحمد لله يمكن الأمور عندنا بدأت تتظبط كتير عن الأول، بس الفترة اللي كان فيها بهدلة جامدة وضجة واضطرابات، كان ناس كتير تقول ولا يوم من أيامك يا مبارك، هل ده بيتردد في العراق؟ للأسف الشديد، من جاء بعد صدام، بعد القذافي، ولا يوم من أيامك الضم تتقل؟ بعد المبارك، بعد الأسد، بعد من؟ بعد كل. لم يأتي أحد بعد الأسد. لم يأتي شخص. لا، في المناطق التي سقطت. لم يأتي شخص ليقول لنا والله أنتم انظلمتم وانتهى الظلم والآن أنتم تعيشون في بحر وحمل العاج. كلما تأتي أمة لعنت سابقتهم.